وهو عادي وماشي مرض وماشي جريمة وماشي اختيار. كان عرف بنفسي كأل من الـ LGBT community يعني مثلية. كنت في الأول من اللي مضاربة مع راسي، ما حاملاش راسي، كان حاول أنا نبدل راسي ياك يمكن لي نتعالج. وفي قاع من اللي كان دخل نقلب ونشوف باش كيفاش يمكن لك تعالج نفسك، قاع الأجوبة تيقولك خاصك تجوج وتولدي، جاب نتيجة عكسية طبعا. هو في الحقيقة أنا ما اختاريتش، أنا ما قدرش نبدل. فعندك الخيار الوحيد هو أنك تصالح مع ذاتك وأنك تعانق نفسك.